هلو، السلام عليكم، اخو محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من تراريا. طبعا هاي الحلقة حتكون اول حلقة لسلسلة دليل مبتدئين لتراريا. طبعا السلسلة هاي حتكون عبارة عن هحاول اشرح كل شيء من الستارت منيو لعند المون لورد لحتى لتقاتل المون لورد. فلذلك كبداية انا حاليا على تحديث 1.4. حاورجيكم اول شيء على 1.4، بعدين حروح على الابديت القديم اورجيكم كيف تبدا العالم بالابديت القديم. العموم نجي عند السنجل بلاير. بدك اول شيء بيطلع لك هالشيء هالمنيو. فانا حاليا عندي شخصيتين، فانت ما حيكون عندك اي شيء. لو بدك تحذفهم في عندك هذا تحذف، ما بدي احذف الشخصيه. سوي له فيفرت بيطلع لفوق، تشيل فيفرت بنزل لتحت، تحسب موف تو كلاود مشان لو اتوقع بدك تغير بدك تنقله على كمبيوتر تاني او شيء هيك بسهوله بدون ما تنقل من الملفات نفسها، مع انه الملفات سهل الموضوع، بس لنقول ما بدك تلعب بالملفات. بتنقله من هون. ف تاني شغله، اذا بدك تسوي شخصيه جديده ما عندك ولا شخصيه، نسيتك بالبدايه اتوقع، حط نيو. لو انت على البي سي حيطلع لك هذا المود او هذا المنيو. اول شيء لازم تختار اسمك. انا اختار اي شيء، محمد. عم بكتب بالعربي، ما بكتب بالعربي، لازم بالانجليزي. وفي عندك هدول اربع صعوبات للشخصيه. صعوبات الشخصيه غير صعوبات العالم، في صعوبات محددة للعالم، صعوبات محددة للشخصية. هاي الصعوبات حتأثر على شخصيتك بس، ما حتأثر على العالم أبدا. فأول شيء هو جيرني مود، الرحلة. الشخصية اللي تختار لها هذا ما بتحسن تلعبها غير بعالم الرحلة، ما بتحسن تلعبها عوالم عادية. وهلأ حنيجي كيف تسوي العالم. بس نوصل هناك حلكم عليه. الكلاسيك اللي بنصحك فيه انا، اللي هو كل ما تموت شخصيتك بتوقع فلوس، والفلوس كتير مهم بهاي اللعبة، بين كتير وبين شوي مهم بهاي اللعبة. فشيش مرات بنرفز لو احتجتهم. تاني شي هو الميدكور. في ناس نفسي انا اول ما بلشت اللعبة غلطت فيه وحطيت ميديوم، قلت في ميديوم صعوبة ميديوم، ما حلعب ايزي. انا طبعا اول مرة الي ما حخلي لا هارد ولا ميديوم، بدي تحدي باللعبة بنفس الوقت، ما بدي اياها تكون سهلة كتير. لا، الميديوم كور هذا حيخلي انه شخصيتك كل ما تموت حتوقع الايتمات، وهذا الشيء كتير صعب تراري. يعني بفضل هارد كور على الميديوم كور بصراحة. الهارد كور بس تموت شخصيتك ما حتوقع شيء، حتمسح حالها الشخصية نفسها، هتمسح حالها من ملفات اللعبة، هترجع تطلع ما هتلاقي الشخصية. فأول شي خلينا نبدأ بالكلاسيك. ثاني خيار حيكون هو الشغلات تبعيتك، الجندر تبعك، أو بدك إياه ولد ولا بنت. وفي عندك الراندومايزر لو ما بدك تعذب حالك، اكبس شوي تطلع لك شخصية تختارها. من هون بتبدل شعر، في كتير شعر ب 1.4 جديد حلو، فحط شغلات حلوة نفسك. هذا السكان، لا تلعب بالسكان، نصيحة لا تلعب بالسكان أبدا، اللي هو لأنه ما بيخلي الموضوع كتير حلو، صح؟ ما أتوقع. ولون الشعر، على العموم هاي كلها شغلات تحسن تسوي لها سكيب، بس تيجي لهون تسوي راندومايز، تسوي لها سكيب للموضوع كله، بتحسن اصلا ما تقرب عليها. فنقول هاي شخصيتنا محمد 1.0. حرجعك لهون وحتختار بلاي، بس تختار بلاي حيوديك على المنيو تبع العوالم. منيو العوالم طبعا نفس الشيء تقريبا، ما فيها اي شيء. في عندك السيد بس زيادة عليهم، مشان لو بدك ما بعرف شو الفايدة من السيد كوبي، لو بدك مثلا تنقلها لعند ناس او ناس بدها تلعب على السيد تبعك، ما بعرفه. فأتوقع السيد هانا في 7 ماينكرافت وهالسوالف، فممكن انتو تعرفوها اوريدي. العموم بدك تبدأ العالم بدك تلعب فيه،
تيجي بتكبس نيو تطلع لك هاي القائمة بواحد بوينت أربعة بس. هنرجع نجي على واحد بوينت ثلاثة. بيختار هو اسم، تحسن أنت تغير الاسم إذا ما إذا ما بدك تختار اسم. مثلا هذا ميتشيون ليس شادوز، ما بعرف شو الاسم أصلا. تكبس هون بتغير أولد موند، ما بعرف إيش. تحسن تغير السيت تبعك لو كبست على الصورة هاي. أوكي نجي على العوالم. هلأ العوالم طبعا في عندك سمول ميديوم ولارج. السمول عالم صغير طبعا، ما في هذاك الكميه الكبيره من المساحه، وما في هذيك الكميه الكبيره من الايتمات فيه او الشغلات النادره فيه او الدروبز اللي فيه. من الاخر مخصص بس للسنجل بلاير، يعني هتلاقي فيه شغلات اللي الك بس، بس حيكون صعب انك تلاقيها لانك مضطر تستكشف العالم كله، على عكس الميديوم مثلا. الميديوم ما حتضطر تستكشف العالم كله، بس حتلاقي شغلات تانية، يعني حتلاقي مثلا شغلات مهمة مثل الاتش بي مثلا، حتلاقيه بشكل اكبر بالميديوم. نفس الشيء باللارج، حتلاقيه اكتر واكتر باللارج، بس حيكون العالم اكبر بكتير. يعني نقول بدك توصل عند البحر اللي هو اخر شيء على اليمين، حتاخد وقت اطول حتى توصل عند البحر باللارج اكتر من الميديوم والسمول. فلنقول ما عندك مشكلة بهالموضوع، مستعد تمشي، خود لارج لانه في دروبات اكتر. لو في عندك مشكله بالموضوع نصيحه، خود ميديوم. لا تقرب كتير على السمول لانه حيكون موضوع صعب شوي انك تلاقي شغلات، فبنصحك بالميديوم كبدايه. اوكي لو نزل لتحت عند الصعوبات اللي في كلاسيك اكسبرت وماستر، وفي جيرني. الجيرني هذا ما بتحسن تلعب فيه غير بشخصيات الجيرني اتوقع، ممكن تلعب فيه بشخصيات ثانيه ما بعرف. بس لو اخترت شخصيتي انا قبل شوي على صعوبة الجيرني، ما بحسن العب غير بهالعالم، لازم يكون العالم تبعي بالجيرني مود. فما بعرف شو الفائدة منه بصراحة، ولا مرة جربته، لازم اجربه. بس في عندك اكتر من خيار. اول شي عندك الكلاسيك. الكلاسيك هو نفس النورمال، يعني ما في الموضوع تحدي كتير، بس شوي ممتع. بس ما في ايتمات كتير، يعني كل واحد عنده ايتمات اكتر. مثلا الاكسبرت عنده ايتمات ما بتلاقيها غير بالإكسبرت، مستحيل تلاقيها بالكلاسيك. والماستر بياخد ايتمات الإكسبرت كمان، وبيضيف عليها كمان شغلات من الماستر، يعني بتجيب شغلات الإكسبرت وفوق هالشي بتجيب شغلات الماستر. الكلاسيك او النورمال ما في عنده اضافات ابدا. ف كبداية بنصحك بالنورمال كاول جيم، اول بلاي ثرو بنصحك بالنورمال، بعدين روح على الإكسبرت لانه الاكسبرت فيه شويه تحدي حتلاقيه كبدايه. فحنروح على كلاسيك او نورمال بس مشان اورجيكم كيف الموضوع. اللي جنبه حيكون في الكربشن والكريمزون، اتوقع انه هذول اول شيء حتشوف اول مره حتشوفهم وحتستغرب. هذول عباره عن بايوم باللعبه، شايف هاي الخلفيه اللي ورا، هاي للكربشن، هذا بايوم باللعبه. البايوم هذا الاثنين بيطلع فيهم انمي اوايا، يعني انيميز كتير قوية مثلا رح تضطر تمشي من عليهم. فانت حتلعب ضد الكريمزون وحتلعب ضد الكربشن، وبعدين حتعرف شو اكتر شي بتفضله. بس بالنسبة الي انا اكتر شي بفضل الكربشن. في ناس بتفضل اكتر شي الكريمزون، بس انا بفضل الكربشن، بحسه اسهل حتى تتعامل معه. فلو بدك نصيحتي روح على الكربشن لانه هذا اللي حنروح عليه هلا. وحط كرييت هيسوي لك العالم. في حياخد شوية وقت طبعا. اوكي حاليا بس تخلص حتجي عند عالمك اللي هو هذا العالم بالنسبة لي تاني واحد، تحطه على فيفورت بيطلع لفوق على اول شي، شيل فيفورت منه مثلا، بتحط هذا فيفورت، هذا بيطلع اول شي. فالفيفورت او المفضل شغلة حلوة لحتى لي تحدد شو اللي قادم تلعب فيه هلا انت. فبتضغط بلاي وبتبلش. بس قبل ما نضغط بلاي لازم نرجع على ابديت 1.3. طبعا انا رجعت على تيم مود لودر بدل ما احمل لعبة من اول وجديد على الابديت القديم. تيم مود لودر طبعا هو المودات تبعي تراريا، الاوفيشل مودات، ما بعرف شو لها بالضبط. المهم هي موجودة على 1.3.5 على هالابديت اللي هو اغلب الشغلات حاليا عليه، اتوقع ان اغلب الشغلات. فلو بنضغط سنجل بلاير هيطلع لنا هذا، هيطلع لنا القديم اللي اغلب الناس هيطلع عندهم نفس الشيء. طبعا اول خيار هو الهير،
اللي بعده الايز، السكن اللي هو جلدك. اول اربع عبارة عن شكلها، اللي بعده بتختار لو ميل ولا فيميل، واللي بعده اللي تحت الميل والفيميل تكبس عليه، بوديك على السوفت كور والميد كور والهارد كور. طبعا نصيحة بالبداية، بس خليك على السوفت كور، لا تطلع لا على الميد كور ولا الهارد كور، لانهم حيرفعوا صعوبة اللعبة بشكل كبير، بشكل ممكن ما يعجبك كأول مرة. فسوفت كور كرييت بيعطيك الاسم، اي اسم، وهي شخصيتك. العالم اول شي بتختار كبر العالم، نقول بدنا اياه ميديوم، وهون في نورمال واكسبرت بس، ما في لا جيرني اللي هو الرحلة ولا في ماستر مود، بس نورمال واكسبرت. اكسبرت في عندك لوت اكتر نفس ما شرحنا، ونورمال شغلة عادية. والكريمزون والكربشن، طبعا كربشن اسم العالم، اي شيء وبعد يسوي لك العالم نفس هناك بالضبط. اوكي خلينا نبدا العالم تبعنا، وهذا هو طبعا هذا العالم اللي نحن فيه. مثل ما كم شايفين الخريطه تبعيتي عباره عن بقعه سودا، طبعا بتكبس ام بالخريطه مشان تجيب الخريطه على الكيبورد، واسكيب مشان تطلع الانفنتوري. طبعا اول شيء بيكون معك ثلاث شغلات، اللي هن الهيفي كوبر سورد، ما بيكون هيفي، بيكون في اي موديفاير، ممكن يكون ليجندري معك، ممكن يكون جادلي، ممكن يكون اي شيء. فاول شيء بيكون معك كوبر شورت سورد كسلاح، ومعك كوبر بيكاكس كبيكاكس عادي تحسن تحفر فيه، وكوبر اكس. اوكي الكوبر اكس هو حيكون كتير مهم، لانه اول شيء بدك اياه هو انك تقطع شجر، نفس بداية ماينكرافت. اول ليلة بتراريا هي اول ليلة بماينكرافت، نفس الشيء ما فرق. الكوبر شورت سورد او شورت سورد باختصار، طبعا هالجايد هذا الان بي سي اللي معاك او ان بي سي البداية، تيجي لعنده بيقتلك هذولا بما بدك تعذب حالك. الشورت سورد لانه صعب تتحكم فيه، سلاح مو كتير منيح لنقول كبداية، والسلايم كتير او بي بالبداية بصراحة. اوكي هلا جمعت شويه شجر، طبعا ممكن تقول الشجر هذا ممكن ما يرجع، لا حيرجع، تسن تزرعه من الكورن اللي بيعطوك اياه بالبدايه، تسن تزرع الشجر وبرجع بطلع. طبعا بس تاكد انه يكون في مسافه بين كل شجره وشجر، او كل نبته ونبته تزرعها. اوكي لنقول جمعت شويه خشب، بدك تبني هلا بيت. نفس ما قلنا اول يوم ماينكرافت على طول، هذا هو نفسه تبع تراريا. خلينا نشيل هاي انا ما بدي اياها، تبني بيت فوقها، بدك تبني بيت مشان تعيش الليل. حاليا لو تطلع على الشمس فوق هون لستها بالنص، بس تنزل لتحت حيصير ليل وحيجيني زومبي يحاولوا يقتلوني، فلازم ابعد عنهم قد ما بحسن من خلال انه ابني بيت. طبعا خليه خد راحتك سوي اللي بدك اياه، بس لا تكبره كتير نصيحة. اوكي حطيت الارضية هلا، تيجي بدك تسوي حياة، لا تسوي على اخر واحدة، سوي على قبل اخر واحدة، لانه بعدين بدك تخلي هاي مشان تطلع عليها وبترفع قد ما بتحسن وبس. هلا بس خدها معاك هيك، خليك كابس ما في داعي تكبس، لانه بس تم كابس هو بحط على على الريتش تبعه على او على وين بيوصل، لانه ما بحسن يحط فوق يعني فوق هذا، ما بس انا احط. اوكي سويت صندوقي هلا، بتكبس اسكيب تحت على اليسار، مو تحت بالنص على اليسار، في عندك هدول الخيارات، هدول هن الكرافتنج تبعوتك بشكل عام، هدول الكرافتنج تحسن تسويهم بايدك. وفي عندك الورك بنش، الورك بنش هو الكرافتنج تيبل لنقول، هتم اقارن شوي بماينكرافت كبداية لانه في كتير شغلات قريبة منها، وماينكرافت اتوقع في كتير ناس بيعرفوها، ف نفس الشيء. على العموم بتيجي عند الورك بنش بتسويه بتحطه على الارض، لازم يكون عنده اثنين سبيس، يعني ما بس انا احطه هون، لازم احطه على سبيس على بلوكتين من الاخر. اوكي حاليا على اليسار كبر الكرافتنج، صرت احسن اسوي كرافتنج لشغلات اكثر، لانه انا جنب الورك بنش، لو ببعد عنه برجع على ثلاثة بقرب منه كبره.
طبعا بتحسن تحرك بالدولاب لفوق لتحت، بتسوي اللي بدك اياه، وبتحسن تكبس على المطرقة هاي الكرافتنج ويندو، بتكبس عليها بيفتح لك كل شيء قدامك، بتحسن تختار اللي بدك اياه. نقول نحن حاليا بدنا نسوي بواب، نسوي بابين، واحد لليمين واحد لليسار، وبدنا نسوي حيطان اللي هو فوق الباب. خليك حط رايت كليك، بيسوي قد ما بيحسن، او بيسوي قد ما بدك من الاخر. ونصيحة تانية، اكبس كنترول بيعطيك السمارت كيرسر او المؤشر الذكي، فبس اكبس كنترول واكبس بالماوس وهو بيصير يحطهم لحاله لهدول الوودز، وامشي معاه شوي ساعده عشان يوصلهم، لانه لو طلعوا من الريتش تبعه او المسافة اللي بيحسن هو يطولها ما بعد يحسن يحط، بتقرب بصير يحسن يحط. ولو زاد عندك كمان، لو زاد عندك وول او حيطان، تيجي عند الكرافتنج بنش بتحولهم على خشب عاد. وهلا بنحسن نسوي كرسي، وبنحسن نسوي شوية تورشز، حط تورش هون وتورش هون. بدنا نحط الباب تبعنا هلا، هلا بنحط الباب تبعنا هون مشان الزلم هذا يحسن يفوت معانا. طبعا ليش بدنا هالزلم يفوت؟ مو مهم، لو بدك اياه يموت خليه يموت، لا تسوي اللي عم بسويه. مشان ما يفوت، لو بدك اياه يعني، لو بدك اياه مثلا يموت، اكسر الكرسي هذا، ما بيعد كبيت هذا حاليا، ما هو بيت له لانه ما في كرسي، بس تحط كرسي هذا بيت له، بيحسن هلا يجي يفوت. مشان تتاكد اذا هو بيت له ولا ما هو بيت له، تكبس اسكيب، تيجي على اليمين عند هدول الثلاث شغلات. طبعا اول شيء الاكويبمنت، هدول نجي لهم بعدين. بعدين الهاوسينج اللي بيطلع لك انه ما في عندك غير ان بي سي واحد او بني ادم واحد عايش معك بالعالم، اللي هو جايد. الجايد تبعك هذا كتير مهم بصراحة، بس بعدين حنستغني عنه بعدين، لانه في شغلة اسمها ويكيبيديا هنستعملها بعدين، مو هلا طبعا. بالبدايه خليك على الشغلات البيسك، بعدين بس تصير تدور على شغلات ادفانس تستخدم الويكيبيديا واللي هي كتير مفيده. طبعا حاليا جيفري معتبر انه هالمكان بيته، لو منشيل مشان تتاكد اذا معتبر المكان بيته حتلاقي صورته عليها، تحسن تشيله منها، تحط رايت كليك خلاص راح ما هو بيته، بس رجع حطه لحاله. ليش؟ لانه في كرسي، لو شلنا هالكرسي او لو شلنا التيبل او لو شلنا الاضاءة شلنا، ما توقع انه هيرجع يعتبره كبيت. نوب، ما هيرجع يعتبره كبيت. اوكي شوف، صار ليل تقريبا، صار ليل وهو لسيته برا قاعد عم يقتل لنا سلايم. طبعا اهم شيء مشان الان بي سي انه يعتبر هذا بيت له، لازم يكون في عندك صندوق 12 ب12 تقريبا، يعني 12 مساحته 12 خشبة او 12 تاير. هذا المهم انه يكون جوات هالمساحة مثلا بسعة 12 تاير، فهذا وقتها بيعتبره كبيت. ولازم يكون في ورك بنش او تيبل، ما بتفرق، يا بتحط له يا اما ورك بنش يا اما طاولة، ما بتفرق ابدا. ولازم يكون في كرسي. هذا هو جاي، اعتبره كبيت؟ لا، لسيته ما هو بيته. لو بحط الكرسي هلا بصير بيت له. يب، هذا هو هلا اعتبره بيت له. ف زائد نسيت شغله، لازم يكون في مدخل ومخرج له، نفس البواب هالقصص كلها. وبس اسمع هاي الموسيقى اللي هلا طلعت، اعرف انه صار الليل، لازم ترجع على البيت. هنشيل هالجل هذا. وزائد فوق المكان المخرج والمدخل له، لازم يكون في إضاءة، بتحسن تحط شمعة، بتحسن تحط كامب فاير، بتحسن تحط اللي بدك إياه. هدول هن الزومبي طبعا، ما بعرف ايش عم يحاول يقاتلهم. فوت لهون، اوب سكر باب وراك. هلا الزومبي ما بحسن يفوتوا لعنا لهلا، بعدين بإيفنت محدد الزومبي بيحسنوا يكسروا الباب، بس حاليا نحن آمنين هيك، نحسن نستنى لحتى الامر يرجع
يروح الطرف الثاني وينزل ويجي الصبح وقتها بنحسن نطلع. العموم ما حنستنى حتى يطلع الصبح، انهي الحلقة هون طبعا، وحسوي لكم سكيب للموضوع للحلقة الجاية ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسوي لايك وتقلي تحت شو بدك او شو اللي ما فهمته، بحاول اوضح لك اياه اكتر، ما عندي اي مشكلة. واكتبوا لي تحت شو رأيكم بالسلسلة كلها بشكل عام. العموم كان هذا كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو. اذا عجبك اذا استفدت منه اكتر من انه عجبك، لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناة، ومع السلامة.